عدم تعميق الخلاف بين السلفيين عامة وطلبة العلم منهم خاصة، لأن كثيرا من السلفيين أو بعض السلفيين في بعض البلاد يضخمون الخلاف بينهم ولو كان لمجرد هوى أو حظ نفس، فيجب علينا أن نحذر من ذلك وأن لا نضخم الأمور وأن نعالجها في وقتها وفي مهدها. ومن وجدت عنده مخالفة من وجهة نظرنا نعالجها في إطار التشاور مع الإخوة، وألا نلجأ إلى الأمور التي تفرق الصف كتسرع بعض الناس في الهجران إما لغير سبب أو لسبب قابل للعلاج، وربما تسرع فأخرج أخاه من السلفية بلا هدى ولا علم ولا كتاب منير. حتى إن بعض الجهلة الذين لا يحسنون الدعوة لا شأن لهم إلا التبديع والتفسيق والتكفير بغير علم، وهذا أمر في غاية الخطورة. فلنجتهد ونرجع إلى العلماء فيما أشكل علينا وألا نتسرع في الأحكام على الناس.